أوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نوفل الناشئ أن اللجنة تستعد لتقديم مقترح لرئيس الحكومة يتضمن التعامل مع الدول بما يدعم الاقتصاد ويخرجه من الأزمة التي يمر فيها، موضحا أن المقترح يتضمن شقين: الأول التعامل مع القروض الصينية ضمن مذكرة التفاهم أو أي قرض آخر من أي دولة بفائدة قليلة، إذ يأتي ذلك ضمن أدوات دعم الإعمار في العراق، والثاني الاعتماد على الشركات الوطنية العراقية في جميع المجالات الصناعية والإنشائية والزراعية القادرة على بناء المشاريع الاستراتيجية ضمن إطار الدولة التي يعول عليها.